بسينما طارق بمنطقة بني مكادة حل أمس الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط في مهرجان خطابي وجهه لساكنة المنطقة. الزيارة تندرج ضمن أجندة الاستعدادات التي يقوم بها حزب الاستقلال كغيره من الأحزاب المغربية الأخرى بعد اقتراب موعد الانتخابات الجماعية التي تم تأجيلها إلى شهر شتنبر المقبل. حنا اولا في الاستحقاقات المقبله ان شاء الله ديال الانتخابات حنايا عندنا كنكتفوا الجهود ديالنا وهذا ضمن القياده الحزبيه ديالنا تحت الاشراف ديال منسق الجهه السيد عبد السلام الاربعين. حنا ماشي في الخطه الحزبيه ديالنا بالتاطير من عند السيد الامين العام وكل المشرفين علينا، ونطلبوا على الله يكونوا عندنا حنا برامج وهذا اللي نزلوا ونقربوا بها من المواطن في الاستحقاقات اللي ما جا. سوف يعطي في كلمته ان شاء الله الحراك السياسي، سوف يشرح الحراك السياسي توجه حزب الاستقلال، استعدادات حزب الاستقلال للاستحقاقات المقبله، وفي نفس الوقت نظره حزب الاستقلال للمسار السياسي على المستوى الوطني، وخصوصا بعد ما خرج من الحكومه الاستقلال، لماذا خرج حزب الاستقلال من الحكومه؟ في محاولة منه لاستمالة ساكنة منطقة بني مكادة لم يفوت حميد شباط الفرصة لتوجيه سهام النقد للحكومة ولعدد من الوزراء والمسؤولين على رأسهم رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، متهما إياه بالعجز على حل العديد من القضايا والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، كما وجه هجوما لاذعا لوالي مدينة طنجة حول ما اعتبره صراعا بينه وبين عمدة المدينة، معلنا تضامنه مع هذا الأخير.